إقبال كبير على المطاعم ومحلات العصائر المختلفة اللي يأكدون على نظافتهم واتباع أساليب الوقاية. يلا ليش ما حد راضينا؟ بطلب. ايوه شلونك؟ شو اخبارك؟ ردكم عايزه اطلب من عندكم. سؤال اموريني، شلون المطاعم في زمن كورونا؟ الشغل كان كتير قوي، وبعد ما جت الازمه بتاعت كورونا دي دمرت لنا كل حاجه والمطاعم كلها نزلت. اهم حاجه اللي بنحافظ عليها احنا اللي اولا احنا اللي بناكل. يعني انا عامه كراجل مسؤول في المطعم وصاحب الحلال والناس اللي موجوده بنراعي ربنا في كل حاجه وبنحتفظ بالامن والسلامه وكل حاجه في التغذيه بتاعتنا. وشون اقبال الناس عليكم؟ قاعدين يطلبون؟ بسم الله ما شاء الله، من ساعه ما العمليه تدريجيا يعني الحمد لله زباين وقت الحظر. لا لحد الساعه 7 شغالين والله لحد الان. احنا من ساعه ما بنبلش من الدوام ما بنقف دقيقه. ما شاء الله، مرحبا شيف، قواك الله. كمامات وقلبزات وما شاء الله الشغل مو قاعد يوقف. اهلا وسهلا، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ احنا كافه الاجراءات اللي هي الصحيه الحمد لله متبعينها يعني. فيعني انا بطمنهم ان احنا ماشيين حسب وزاره الصحه وتعليمات وزاره الصحه والحمد لله كل شيء والامور طيبه. يعني عادي ما يخافون من كورونا؟ لا ما يخافوش. لا طمنونا على اوضاع المطاعم في زمن كورونا. والله الاوضاع بص الحمد لله، عايزين الدنيا تفتح ترجع زي ما كانت زمان عشان الدنيا الحمد لله دلوقتي بقى لنا 3 شهور يعني قاعدين في السكن ولسه فاتحين بقى لنا 11 يوم. ازيك؟ الله يخليك يا رب. اخبارك ايه؟ الحمد لله. والله حر. اه والله حر، ولازم عندنا النظافه كده على طول. يعني حاطين بالكم من الكورونا؟ انت شايفه حضرتك الوضع اهو، القلفزات كمامات النظافه دي يوميا كده 4 مرات معدات وكل شيء. تسلم ايدكم. الله يخليك يا رب، وربنا يرفع عنا الغمه والبلاء ان شاء الله وعن الكويت وشعبها وراس. الله يخليك يا رب. يعطيكم العافيه. انت الاستاذ شو اخباركم؟ الحمد لله رضا تمام. ما شاء الله فيس شيل؟ لا عشان كده عشان الحمايه، بس حمايه زياده يعني. قواكم الله. السلام عليكم. السلام. شلونكم؟ شو اخباركم؟ الله يسلمك. شلونك شيف؟ الحمد لله تمام. شلونك؟ كل شيء تمام؟ والله الحمد لله كل شيء تمام الحمد لله رب العالمين. نقدر نقعد ولا ما يصير نقعد؟ لا ما يصير والله الحين. ليش ما يصير؟ ان شاء الله تعدل الدنيا وربنا يرفع الوباء وكل حاجه ترجع احسن من الاول ان شاء الله. شلون الناس زباينكم؟ في ناس قاعد تطلب، الناس يعني تحس بالامان؟ لا كل حاجه امان والله، كل حاجه امان وقلفصات وتعقيم وكل حاجه 100%. هني ان شاء الله هذا المكان يرجع يتبطل بعد الكورونا. الحمد لله نزيف ما في شيء، الحمد لله في زحمه عندنا عشان نزيف. شوف الحين قاعد تسوي كباب ما اقتل بيه بلديه، انا قاعد اسوي كباب اكل البلديه. طبعا نلاحظ ان المطاعم ملتزمه، ياخذون بس الطلبات من السيارات ويوصلون الطلب لبرا، ما حد يقعد داخل المطعم. السلام عليكم. اطلب واحس بالامان عادي؟ عادي تفضلي. وين تفضلي؟ الناس قاعد تطلب منكم بالمطاعم كلها، ما يخافون من كورونا؟ الحمد لله ما فيش والله تمام، كل حاجه عندنا نظيفه وكل حاجه بتطلع فريش، الدنيا كويسه يعني. في قاعدين طلب برضه. وشنو الاساليب الوقايه اللي قاعد تاخذونها؟ جمعنا الكلفزات ونلبسوا كمان، ما نغيروها كل 5-4 ساعات ما نغيروها، كل حاجه تبقى نظيفه. انا جعانة. لا انت تحتام. شنو ناخذ؟ ابي شيء خفيف. اوكي بس واحده مع زعتر واحده من غير زعتر. طمن الناس ان عادي ياكلون من مطاعم برا؟ لا تمام والله الحمد لله، الاكل نظيف وامور تمام يعني، والشغل شغال يعني نفس الاول واحسن ان شاء الله. نشوف من ايدك اللبنه. هل تحسون بالامان والثقه 100% قبل لا تطلبون من اي مطعم او محل عصير؟ والله في خوف بس يعني الواحد مرات يضطر يعني، ف راح يروح وراح يطلب بس راح ياخذ احتياطاته شيء طبيعي. زين قبل لا تطلبون تشيك بصراحه على المطعم اذا لابس جلافز كمام شيء ولا تخليها على الله؟ لا اكيد احنا مرينا على كذا مطعم يعني نختار المطعم اللي العامل نفسه ماخذ احتياطاته. عاد تعتمد على البلديه، وغير هذا يعني المطاعم والله صعبه انها تكون نظيفه بشكل تام. يعني انا مو مرتاح، انا داري اني جاي طالب الحين بس مو مرتاح. طالب الشيء هذا اللي بخاطري وبعدها ان شاء الله عاد
الباقي على الله. بس أنا من ناحية أتخذ جميع الأساليب للغاية. الله بيني وبينك نعقم يدينا قبل لا ناخذ. إنزين. في تخوف شوي. في تخوف لازم. أقدر ألف هناك صوتك واضح. تطلبون من مطاعم ومحلات العصير وغيرها بكل أمان في هذا الزمن هذا؟ لا والله في تخوف شوي يعني. بس أشوف إقبال كبير ما شاء الله. إيه بعد الناس تبي ترجع بعد الحظر الكلي، تبي تشم هوا شوي، تبي تغير، ما كل المطاعم مفتوحة. في أشياء تحطها ببالك بصراحة قبل لا تطلب أو شيء، يعني تشيك على الجرسون وهو ياي، إيده جلافز كمام ولا كلهم جلافزات وكمامات يعني أكيد. ما راح أخذ من واحد ملابس جلافز كلش. شنو قاعد تطلب الحين؟ ما قاعد أطلب شيء. شنو الوجبة؟ شنو تبي تاكل؟ لا وجبة ولا شيء. قاعد أسير عادي. بس شي قاعد سيارة؟ ما تبي تاكل شيء؟ لا انا عن نفسي من قبل الحظر كل يوم موقف مطاعم، بس خربني الصاحب. على قولتك انه ما في امان، ما تحس امان، بس انه تعودت على الشيء هذا. كل ما نقبل كلهم كمام وتوس لابسينه، كلهم يعني لابسين كذي، بس ما تدري عاد هو داخل شيء ذوي. ترى بعدين مو جاي اطلب عصير، قاطع سيارتي عند المحطه يغسلونه. فانا المطاعم ما اشتري اساسا ولا شيء، ولا اتمنى ان المطاعم تسكر كلها لين نشوف الازمه هذه. ليش تحس ان الوضع مو امان؟ اليوم حالات مو 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 عدل ولا كل يوم قاعد تزيد حالات. فانا اتمنى ان يسكرون المطاعم لين تتعدل اوضاع الدير ان شاء الله. احنا بالبيت مالين عنا كل شيء، احنا اكلنا بالبيت، شغلنا بالبيت، اللهم ناخذ يعني شيء مهم لنا نمشي. بس اما صاحبي هذا هو تقدر تاخذه معاي لقاء وتتكلمون عنه بخصوص المطاعم، هو ياكل مرات مطاعم. لا نطلب ونخليها على الله، بس انه شرو يعني الحمد لله مطاعم عندنا بالكويت نظيفه وزينه. مطعم لابد منه يعني، بعد فتره لازم انك تغير من اكل البيت، خلاص تمل من اكل البيت، اكل بيت اكل بيت تمل، فلابد انك تغير من اكل بيت تاكل مطعم. فعلى الله كل شيء. ممكن قاعد تصورني اخذ منك. قاعد يصورني ويقول لي لا. بعد فيه يلا نرجع كذي.